السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نتعرف أكتر على برنامج كودو. طيب دلوقتي أنا عايز أخرج للشاشة الرئيسية، فهقول له هنا هوم وأقول له إن أنا عايز نيو وورلد. هنحاول نشوف إزاي إحنا عملنا الشكل دوت أو البيئة ديت. طيب بيقول لي أنت عايز أي واحدة من دول، أي واحدة فيهم نقدر نتعامل معاها بحيث إنها توصل للشكلين التانيين. مثلا اخترت الشكل دوت. طيب احنا هوم عرفنا ان هو هيجيب لي الشاشة الرئيسية ديت، تمام، او ممكن تدوس على زر هوم. طيب بلاي جيم هبدأ ادخل في طريقة التشغيل، وبحيث ان كل الزرار اللي انا اخترت انها تتفاعل مع الالعاب اللي انا حطيتها تشتغل معايا، مش عايزينها دلوقتي. ده دوست اسكيب عشان اخرج. هنا موف كاميرا، بحرك الكاميرا بالشكل دوت. هنا ببدأ اضيف اشكال، تمام. هدوس هنا واروح مختار مثلا الشكل دوت وابدا احطه هنا بالشكل ده، تمام. لو دوس رايت كليك بيديني ان انا ابرمجه او ان انا اغير الاعداد بتاعته او الرينيم كات كوبي زي ما انا عايز. تمام، ممكن ادوس هنا ديليت واروح الغي من الزرار قبل الاخير. هنا ببدا احط باص مسار وبعد كده اللعبه تبدا تمشي فيه. طيب هنا هبدا احط ارضيه، يعني مثلا المساحه الارضيه دي انا مش عايز اكتر، ببدأ اختار. طيب بلاقي عندي اختيارين، في هنا اختار انا عايز مثلا تكون الارض بالشكل دوت بالشكل ده، خلينا مثلا ناخد الشكل ده. طيب عايز الفرشة اللي تعمل البيئة تكون مربعة ولا دائرية ولا بالشكل ده ولا بالشكل ده ولا بالشكل دوت، وليكن مثلا ده، تمام. طيب ممكن نقول لا احنا عايزين شكل دايرة او مستطيل، تمام. طب الدايرة كبيرة، من خلال اسهم يمين وشمال اقدر اكبر واصغر بالشكل دوت. طيب هنا اقدر ان انا اخلي الحاجة الارتفاع يطلع بالشكل دوت. ممكن افضل دايس بالشكل دوت وابدا اعمل كده، تمام. برضو تقدر تختار شكل الفرشة اللي انت عايزها. طيب دوست اسكيب، وهنا بيعمل سموث، يعني انت شايف فيه هنا طلوعات ونزولات، هو بقى يخليهم قريبين من بعض، ينعم لي الحواف بتاعتي. هنا بيخلي فيه ارتفاعات بالشكل دوت، يعني لو انا وقفت شوية يعمل لي نطحات سحاب بالشكل ده دوت، هيخلي لي فيه مية. طبعا ده لو في عندي سمك ولا حاجة. طيب دي احنا قلنا بيلغي. هنا الاعدادات هتلاقي بقى اعدادات حلوة قوي، من بكرة الماوس تبدأ تختار الهيستوري تظهر معاك ولا لأ، الجلاس وول، الكاميرا، السيتنج، الستارتنج كاميرا، الكاميرا، الشو كومباس، الووتر هاي ارتفاع بتاع المية، قوة المية. مثلا هنا تبدأ تغير السكاي اللي حواليك بالشكل دوت. طيب كده احنا اتعرفنا على البيئة بتاعت البرنامج. خلينا ندوس اسكيب، هقول له هوم واقول له ان انا عايز نيو اورليد ديسكارت، واختار اول واحده او بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له بقى ان انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل مثلا الارتفاع في الارض. طيب هصغر فرشه خالص، تمام. تقدر هنا بقى تعمل ايه ارتفاعات اهي مثلا بالشكل دوت، ممكن تعمل مثلا متاهة. وتخلي في مسار معين مثلا هو اللي يمشي في اللعبة اللي انت عايزها، بحيث ان هو يخرج من المتاهة ديت. طيب عايزين نضيف شخص مثلا، هنضيف مثلا دوت، هنختار ده مثلا. طيب عايزين نصغره، ممكن اقول له change size وصغره بالشكل دوت.
عايز ابرمجه ان هو يتحرك من خلال الكيبورد، فاجي انا اقول له كيبورد واقول له ان انا عايز الاروز، وهقول له يعمل موف كويكلي بحيث لما تقول له اسكيب هتبدأ تتحرك بالشكل دوت. هو مجبر ان هو يمشي في المسار اللي احنا مدينه له. تقدر تعلي الارتفاع اكتر بحيث ان هو ما يقدرش ان هو ينط.